تسير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على نهج التعاون ووحدة الرؤى تجاه مختلف قضايا المنطقة والعالم بما يخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء. ويسعى المجلس إلى صياغة مواقف مشتركة تجاه القضايا السياسية التي تهم دول المجلس في الأطار العربية والإقليمية والدولية. بتناغم متكامل الأركان في الرؤى والقرارات، تتضافر جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتكون يدا واحدة في بلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة. ويعمل مجلس التعاون على خدمة تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وحفظ مصالحها، إذا سمت تلك الجهود في حلحلة العديد من القضايا الإقليمية. ودائما ما يدعو مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدول الشقيقة إلى ضرورة التلاحم ووحدة الصف والعمل على كل ما من شأنه تحقيق تطلعات الأمة العربية. الإسهامات والجهود الرائدة مثلت مجلس التعاون خير تمثيل من خلال تأكيده الدائم على دعم أمن واستقرار الدول الشقيقة والصديقة، ما جعل منه وسيطا مهما في حل العديد من الخلافات الدولية ومثالا نابضا بالحس الإنساني وما تمر به الشعوب المتضررة في المنطقة والعالم. يتمتع مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمكانة عالمية مرموقة سطرت منها نجاحات عدة خلال العقود الأربعة الماضية أكدت حضوره في الساحة الدولية، متخذا من لغة الحوار منهجا في تعميق التفاهم المشترك حول القضايا الإقليمية والدولية.